قلتم أحسن الله إليكم المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظ الهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، فما مر معك في بيت المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من سؤال التفقه والتعلم للتعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وافتاه ما يريد فرح به وشاع، وإذا انتبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيره. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام: سئلت مرة عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قالت: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأن استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من النكاح المحرمة، فجئنا إلى القاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه الباب بن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وانخرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفقه إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عن ما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك وبالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال: احكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثل السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه لصلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤالي، فلا يسأل في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكر ما شاء في طريق راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. فقال قتادة: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل مبارك رحمه الله الحديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل في فجر السؤال بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته لو كمخاطبته أهل السوء وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة عن أهل العلم اليوم ورأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل متحقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإرادة المناسب ولا يتلقفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ فيها، أي حفظ النفس عن الخطأ فيها بالتوقي والاحتراز في القول، وموجبه هو المذكور في قوله: فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم. والشغب بسكون الغين، وهو تهييج الشر وتحريكه، فيتحفظ المتعلم في مسألة العالم لئلا يقع في شيء ينشأ منه شر، أو يتجرأ على سؤال يهتك به هيبة العالم. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء يحمله على هذا السؤال، فيكون قصده من السؤال هو التفقه والتعلم للتعنت والتهكم، فمن ساء قصده في سؤاله حرم بركة العلم ومنع منفعته.
ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود له باطل، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على ابن تيمية الحفيد والقرافي، فإن السائلين لهما عرضوا تلك المسائل ولهم قصد باطن خفي، ولكن هذين الرجلين بكمال علمهما وقوة عقلهما تمكنا من معرفة قصد السائلين. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء إلا شيئا ينفعه، أما ما لا ينفعه فإنه لا ينبغي أن يسأل عنه، كالسائل الذي قال لأحمد سائلا له: أياجوج وماجوج مسلمون هم؟ فقال رحمه الله: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا، أي أحكمت العلم كله حتى تسأل عن هذه المسألة التي لا تنتفع بها. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فيتخير من أوقات قوته ونشاطه ما يعرض فيه عليه سؤاله، وإن رآه مغموما أو مهموما أو مشغولا في طريق أو حال لم يبادره بالسؤال. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب أي يعظمه، ولا يخاطبه مخاطبة العوام وأخلاط الخلق. ثم ذكر الداهية المدهية في سؤالات أهل العصر، فقال: وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، أي رديء الأدب، فالسفساف من كل شيء رديئه. ثم ذكر من أحوالهم ما جاء في قوله: فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط له سائل في سؤاله، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. فمعرفة أدب السؤال من الآداب اللازمة طالب العلم. وللعالمين المحققين الشاطبي وابن القيم فصلان نافعان في هذا، فأما الشاطبي ففي آخر كتاب الموافقات، وأما ابن القيم ففي إعلام الموقعين، وهما فصلان حقيقان بالإفراد لشدة حاجة الناس إليهما في أحكام السؤال في العلم وآدابه.